النسبة واحدة من الحاجات اللي حضرتك مقترحها أو اللي حضرتك مقترحه اللي هي فكرة نسبة 1% لنقابة المحامين. حضرتك إيه اقتراحك اللي قدمته؟ أنا بوضوح شديد هذا القرار هو صادر من الجمعية العمومية للمحامين، وصدر أكتر مجلس الدولة أصدر عدد كبير من الأحكام في شأن الرسوم دي، وقال إنها غير مشروعة، لأنه قانون المحاماة خلى من أي نصوص تجيز للنقابة فرض مثل هذا الرسم. وبالتالي والواقع العملي كشفوا انه استقرار منظومه الشغل العقاري لازم تنص على عدم تحصيل اي رسوم في مقابل اجراءات التصديق التي تجريها النقابه، غير انه محامي ابتدائي يصدق على التوقيع ده ويشيره من مجلس النقابه لو زادت عن 500,000 جنيه. طبعا هي كانت في القانون الحالي، انا مقترح تعديل على الماده 59 من قانون المحاماه، انه كان اي عائد بقيمة 20,000 جنيه بيتم أخذ النسبة عليه 1% دي بما لا يزيد عن 25,000. طب أنا بس بالعكس، أنا لو ممكن أضيف لحضرتك، هي ليه تبقى نسبة سيادة النائب؟ هي ليه ما تبقاش هو يعني هو جاي بيصدق، وأنا هنا معلش عايز أتكلم مع المحامين كده مع النقابة، والنقابة سامعانا دلوقتي بشيء من الهدوء. الفكرة إن أنا مش بهاجم المحامين أو بننتقد دورهم أو بنقلل من دورهم، بالعكس اللي ماشي معانا في كل هذا الإجراءات هو محامي يعني من النقابة بيقوم بكل هذه الإجراءات. هذه مهنة محترمة بنحترمها. إحنا هنا بنختلف على النسبة المنصوص عليها بالقانون وعايزين نعدله، إن 1% دي الحقيقة إنها تكبل الناس، وإن 1% دي كمان يعني ليه النقابة تشاركني في ملكي؟ وأنا بعيد نفس الجملة، ليه النقابة تشاركني في ملكي؟ النقابة عايزة تصدق على شيء، ليه يا فندم تبقى نسبة؟ ما تكون مبلغ مقطوع يا سيادة النائب. ما هو ده اللي أنا بقول عليه يا فندم، أنا عايز بس أوضح لحضرتك حاجة. اللي أنا طرحه في التعديل إن الوحدة فوق أي وحدة فوق 500,000 جنيه يجب انه يتم يكون احد المحامين المقبولين من المحاكم الابتدائيه يصدق عليها امام النقابه العامه او النقابه الفرعيه، وبالتالي بالتاكيد انه هياخد نظير ده اجر. لكن لا يعني اولا في المحامي اللي هيكون معانا، انا بتكلم على المحامي. المحامي النهارده ده اجره، عن عمله بالزبط. ده شيء طبيعي زي الدكتور زي احد. لكن الفكره بقى في 1% اللي بتاخده النقابه، خاصه زي ما بقول لحضرتك انه في احكام صادره من مجلس الدولة أكتر من حكم في هذه المسألة، إنه هذا الأمر غير مشروع، وإنه قانون المحاماة خلى من أي نصوص تجيز النقابة فرض مثل هذا بس. ما ينفعش أفرض رسم ويصير مع الوقت أكنه رسم ضرائب. صح يعني بالزبط. أكنه نسبة مفيش ودي نقطة مهمة. حاجة بالظبط. فهي قصة في الآخر إحنا النهاردة كلنا يعني عشان نثبت هذه المنظومة، يعني كان النهاردة أحد النواب الخبير الاقتصادي دكتور فخري فقي اتكلم في المساله دي، انه مساله التمويل العقاري في مصر واقفه. التمويل العقاري في مصر واقفه، احنا عندنا لاول مره المطور العقاري اللي بينتج العقار هو اللي بيوفر التمويل العقاري، لانه البنوك مش قادره تعمل الدور ده عشان كل العقود غير مسجله، وده لو حصل هيخلي المواطن النهارده لو الشقق مسجله والارض مسجله، معلش اوضح بس النقطه دي، هيقدر المواطن ان ايه عن طريق البنوك يقدر تمام ياخد شقق على 20 سنة و10 سنين بالظبط، ويقدر ياخد مورجنز ياخد تحل ازمه الاسكان في مصر بالظبط. انا بس عايزه احيلك عايزه احيلك سياده النائب مره اخرى لبيان نقابه المحامين. يعني انا هتكلم على الجزء اللي له في الاعلام لاحقا، ولكن هو بيتكلم على انه هذه النقابه التي هذه ان هذه الموارد تكفل للنقابه الوفاء بالتزاماتها بالمعاشات والعلاجات لاعضاء نقابه المحامين واسرهم وارامهم وابنائهم اليتامى، وهو رسم التصديق على العقود، وهو رسم ثابت ومستقر منذ عشرات السنوات. لما هو معلوم ان نقابه المحامين لا تحمل الدوله اي اعباء عن اي نوع او من اي نوع بشان مواردها او معاشاتها او علاج مئات الالاف من اعضائهم. طيب النقابه تاخد من الدوله لكن ما تاخدش من الناس، رايك ايه سياده النائب؟ لا ما هو طبعا النقابه تاخد من الدوله. وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجه، ما هو نتيجه ده ان احنا عندنا كل اللي مسجل في الشهر العقاري في مصر 10% من الوحدات والاسور، وبالتالي انت 90% انت غير مستفيد. النهارده انا لما المواطنين كلهم يسجلوا، ده هيخلي المحامين يشتغلوا بشكل اكتر طبعا، وهيخلي اجورهم تزيد بشكل غير مباشر. والنقابه تقدر تفرض تطلع طوابع، تطلع عدد من الاجراءات من الرسوم اللي ليها علاقه بعملها. لكن في الاخر انا بتكلم عن نسبه متاخده من صاحب ملك بيبيع حاجه
لواحد تاني قد يكون شقة عمره او حتى يعني استثمر كل اللي كسبه في حياته فيها، في الاخر ما ينفعش حد يدخل يشارك ده. انا اذا فاهم انه لازم يبقى في ضريبه تصرفات عقاريه لانها موجوده في العالم كله، لكن في الاخر ما ينفعش كل الاجراءات دي وكل السحب ده. وعشان كده انا قدمت بتعديل تشريعي وجمعت عليه العدد المطلوب من الاعضاء، واعتقد انه قد يحال خلال يوم. نعم، بشكرك شكرا جزيلا سياده النائب عبد المنعم امام، عضو اللجنه، عضو لجنه خطه موازنه في مجلس النواب.